السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة من اروع واحسن الوصفات اللي هتجيب معاكي نتيجة ممتازة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وهتكون من قلب مطبخ، مش هنحتاج حاجة من بره ولا حاجة. وفي نفس الوقت يا جماعة الوصفة دي خاصة بالكرش بس، الناس اللي هي عايزة تخسس منطقة الكرش او البطن معنى اصح، ان شاء الله هتستخدم معانا الوصفة دي وهتدوم عليه حوالي اسبوع واحد بس، ان شاء الله هتلاقي معاكي نتيجة ممتازة. دايما في بنات كتير بتشتكي انا اللي جسمي كويس، جسمي نحيف، ما عنديش الا كرش بس. ان شاء الله يا بنات الوصفه دي هتبقى فعاله ووصفه ممتازه وهتجيب معاكي نتيجه. عايزاكم تتابعوا معايا الوصفه للاخر علشان تعملوها صح، ما حدش يشوف المكونات ويقول الوصفه بتتكون من كذا وكذا ويقوم خارج من الفيديو. لا، اهم من المكونات الوصفه ان انت تتابعي معايا الخطوات. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان بنات كتير هتستفاد ان شاء الله من وصفتنا النهارده. طبعا يا بنات اكيد في مننا كتير بيتضايق او بينزعج من منطقه الكرش دي، طبعا بتضايقنا في كل حاجه، بتضايقنا في لبس وبتضايقنا في المظهر بتاعنا، بتضايقنا في كل حاجه. فعلشان كده احنا دايما بنحتاج اي وصفه اي حاجه بتنزل المنطقه دي بالذات، تمام؟ فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المكونات بتاعتنا متكونه من ايه. اول حاجه هنستخدمها معانا زي ما انتم عارفين ده طبعا كده يا جماعه الكزبره العاديه. طبعا قلنا في بدايه الوصفه بتاعتنا ان شاء الله المكونات هنحتاجها من مطبخنا، مش هنحتاج حاجات غريبه ولا حاجه ولا حاجه صعبه. ده نص معلقه كده صغيره من الكزبره المطحونه. طبعا الكزبره بتكون مضمونه، مش بنجيبها من اي عطار والسلام، لا. في عطارين بيستخدموا يعني ايه بيحطوا عليها حاجات وكده، فاحنا لما بنجيبها ونطحنها عندنا بتكون اضمن واحسن. حتى لو انت عندك الكزبره قصدي الناشفه اللي هي الخشنه، ده برده بتكون افضل واحسن. ما عندناش هنستخدم اللي هي المطحونه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا كلتنا بنات عارفين ان الكزبره لها سحر في نزول الوزن وبتنزل الميه الزايده اللي في الجسم. وقبل كده كنت قلت لكم على فوائدها، لها فوائد كتير جدا، بس علشان اختصر معاكم الفيديو وما اطولش عليكم هنستخدم نص معلقه كده صغيره من الكزبره، تمام؟ بعد كده معايا برضو نص معلقه صغيره من الكمون. طبعا كلتنا بنات عارفين ان الكمون له سحر في نزول الوزن وزياده الدهون ونزول برضو الميه الزايده اللي في جسم، له فوائد كتير جدا. طبعا هنستخدم اهم حاجه في وصفتنا النهارده، محدش يقول الوصفه كتير او المكونات كتير، لا، احنا بناخد كميات بسيطة، يعني مش هنحس ان المكونات معايا كتير ولا حاجة. يعني حتى لو انتوا لاحظتوا معايا ان انا واخدة من كل نوع نص معلقة صغيرة، على اساس ان انا هستخدم كوباية واحدة بس. ده برضو نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر الخشن. شايفين عامل ازاي؟ ده كده بنات اهوت، ده فلفل اسمر بس خشن. طبعا كلنا عارفين ان الفلفل الاسمر الخشن ده له سحر لوحده في ازالة الدهون ونزول الوزن كمان. يعني الناس اللي هي برضو حابة تنزل وزنها ممكن هتستخدم برضو في الوصفة بتاعتها الفلفل الأسمر ده، كويس جدا وبيحرق معاكي كل الدهون. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هقول لكم بعد كده يا جماعة هننزل عليها بالماء المغلية زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. كل المكونات بتاعتي كلها مكونات سهلة وزي ما قلت لكم من قلب مطبخنا، يعني مش هتكلفنا اي حاجة. هندوب برضو المكونات كلها بالشكل ده كده. طبعا مش هنشرب على طول، لا، هقول لكم بقى على حاجه كويسه جدا. اخر مكون معايا طبعا زي ما انتم شايفين كده النعناع، تمام؟ النعناع ده برده كويس جدا. كل الحاجات اللي انا حطيتها مكونات مفيده وفي نفس الوقت مفيده للجسم. ده كده معايا ورقتين نعناع اخضر. وهنسيبها بقى نغطي عليها كده اهوت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهنسيبها حوالي 10 دقايق لغايه ما نحس ان هي بدات تبرد معايا خالص، يعني هنشربها طبيعيه كاننا بنشرب شاي بالظبط، تمام؟ بعد ما بيعدي ال 10 دقايق هنرجع ان احنا نكشف عليها بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه بعد ما سيبناها حوالي 10 دقايق وابتدت ان هي تبرد معايا، هنقوم ندينا لها تقليبه بقى بالشكل ده كده. برده هنتابع الفيديو لان في تكايه صغيره كده ان شاء الله هنشوفها مع بعض، ودي اهم حاجه. هنبدأ ان احنا نصفي الوصفة بتاعتنا بالشكل ده كده. ده كده يا جماعة الكوباية جهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اخر حاجة هنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين معايا عصرة الليمونة دي.
طبعا يا جماعه انا ما رضيتش احط الليمون طول ما الكوبايه كانت لسه سخنه، ما رضيتش احط الليمون. عند ما يبدا الليمون يدفى كده او يبرد معايا هنقوم حاطين عصره الليمونه ده بالشكل ده كده. نبدا ان احنا برضو نديلها تقليبه كده اهو بالشكل ده كده، يبقى كده خلاص الكوبايه جهزت معايا. طيب دلوقتي هنقول بقى هناخدها امتى؟ ده ان شاء الله هناخدها مره واحده بس في اليوم قبل النوم، يعني قبل النوم بساعه هنكون واخدين كوبايه زي دي. ده كويس كده. لو انتوا حابين ان تاخدوها ازيد من كده، لان طبعا كلها حاجات يعني كلها عناصر مفيده جدا للجسم، وكمان بتزود معانا معدل الحرق وبتنزل كل الميه الزايده اللي في جسمنا. حابين تاخدوها بعد الغداء مفيش مشكله، حابين تاخدوها قبل النوم بساعه برده مفيش مشكله، يعني انت تقدر تاخدها مرتين في اليوم. اللي حابب ياخدها مره واحده برده ياخدها. طيب دلوقتي كده كوبايه جاهزه معايا اهيت، وكده خلصنا الكوبايه الاولانيه. هنيجي نشوف مع بعض الكوبايه الثانيه، الكوبايه اللي بتتاخد على الريق، ودي اهم حاجه كل يوم الصبح لازم نداوم عليه. كل يوم الصبح لو انت فعلا عايزه جسمك ينزل ويبقى جسمك جسم رياضي جسم كويس جدا هتعملي الكوبايه دي. خلاص دي خلاص كده احنا قلنا عليها هنشيلها على جنب دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الكوبايه الثانيه معايا اهي، ده طبعا كوبايه ميه دافيه اهي، ده كده يا جماعه ميه دافيه. طبعا احنا كده كده كل يوم الصبح على الريق كده بنشرب كوبايه ميه دافيه او كوبايتين وبنعصر عليهم ليمون، ودي اهم حاجه. تمام ده كده الكوبايه اهيت معايا. هنعمل ايه؟ برده معايا ورقتين من النعناع زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. النعناع ده كويس جدا يا جماعه، يا ريت كلتنا نداوم على الكوبايه ديت بالشكل ده كده. وده طبعا زي ما قلت لكم ده ميه دافيه يعني مش ميه من الحنفيه. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ معايا برضو عصره ليمونه اهي. نديلها برضو تقليبه كده اهوت. ممكن نغطي عليها بقى كده حوالي دقيقتين او ثلاثه بالشكل ده كده اهو، لغايه ما احس ان هي بدات ان هي تدفى معايا على اساس ان انا اقدر اشربها مفيش مشكله. خلاص كده هي بدات تدفى معايا هنشيلها بقى. حابين ان انتوا تحطوا عليها نص معلقه عسل برضو مفيش مشكله، العسل كويس جدا حتى بدي يعني ممكن يدي لجسمنا طاقه مفيش اي مشكله خالص. وفي نفس الوقت يا جماعه العسل كويس جدا، العسل الابيض الطبيعي طبعا مش بيزود الوزن ولا سكريات ولا حاجه، لا هو مطلوب في الوصفات بيبقى كويس قوي. خلاص الكوبايه جهزت معايا، هنقدر بقى ان احنا على طول على الريق، مش هنقول مثلا بعد الفطار ولا حاجه، ده شيء اساسي ان احنا ان شاء الله ناخدها الكوبايه ديت على الريق الصبح. ده طبعا خلاف الوصفه ديت اللي احنا عملناها مع بعض دي. ماشي يبقى انا كده عملت كوبايتين، الكوبايه الاولانيه هاخدها على الريق الصبح كده اول ما اقوم من النوم هكون مجهزاها واشربها على الريق. الكوبايه الثانيه زي ما قلت لكم يا جماعه هتتاخد قبل النوم بساعه بالشكل ده كده، اضمن لك ان انت ان شاء الله وزنك هينزل في اقل وقت، يعني خلال اسبوع 10 ايام هينزل معاك الوزن بتاعك كويس جدا، خلاف الناس اللي هي طبعا يعني بتشتكي طبعا من منطقه الكرش. دي اهم حاجه ودي اهم وصفه هتجيب معاك النتيجه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.